خوتي المهم احنا كنت هاجي اختي هاجي اختك ديال سميتو مشيو للتصاور قلبي زحرام ديال الناس مش كيفاش انتما كنحطو كلهم دابا هادي الدنيا مازال كالميه هاد الدري هذا اللي هبط سمع الصداع هبط باش يشوف شنو واقع صافي غيخرجوا الدراري عاتيني من حيت موقع الغوات غيخرجوا الدراري باش يشوفوا شنو كاين شي واحد كعيط شي واحد كعيط هاد اللحظه كنكونوا صافين هبط الدراري اللي كانوا كلهم سمعوا الغوات وهبطوا كلهم صافي كاينين شي وحدين سمعوا هذاك هذا مسكين حيت بالبينوار كيدوش دخل كمل الدوش ديالو من كلشي يبان حدا الدراري عريان دخل كمل الدوش من بعد غادي يخرجوا شي دراري غايسمعوا صداع يخرجوا يطلعوا ويا جوج معايا تقريبا مع قول 3 و3 لحقت حنا الكاميرا عندنا نقص عليها مشينا على جوج جونز قلت 3 و3 هي اولا فين بدات عند العساس شدوا العساس شنتفوه ما خلاولوش غادي نشي حاجه دابا لا غاتبان حنا داكشي حنا كنا مع الرئيس الداخلي باش كنقادو لها الامور كنقول لها شنو كاين واش كاين باش مول لانفورماتيك يقلب الكاميرا هما دابا بداو يطلع لا كيعاودو حيت صافي لقينا الفيلم منين البدايه صافي هما دابا يبداو هما الدراري دابا يسمعوا الهضره هكا جايين غيخرجوا الدراري من هذا السيكتور هذا كذلك كما كتشوف احنا شي ما نجيوش ثلاثة ها هو هذا سمع الغوات ها هو غيخرج هذا كيطلل غيشوف داكشي فيه القتيلة هذا يدخل يتخبى لا غنمشي نجيب تليفوني أول حاجة التليفون اللي خصني ها رجلي هذا هو الشفر الأول هذا هو الأول مول الأبيض ها يطلع حتى للسطح ها هو تبارك الله ولينا جالسين في الأجرام ها هو يطلع صاحبه ها أنت تشوف ها المؤطر هنا محاصره المؤطر هنا محاصر وغيدفع المؤطر وغيطلع ها هو دفع المؤطر ها هو المؤطر سي محمد وهو طلع هذا اللي مات هو هذا اللي لابس السروال الحمر هو بدر الدين هاي مازال صغير مسكين سمعت ديك ساعة انا سمعت بدر الدين عتيق انا سمعت الغوات هنا فين واقف لابس الوردي لابس كان تالي سمعت ما ماشي بقاو واش نضل سيتو فين انا والمؤطر داو ليش بدا كيش نضلو ليش بدا انت تشوف كلش حدا عوينات هما الدراري هربوا هما هادو غيهربوا هادو اللي مات هبط هاد مول الابيض هذا غياكل مسكين الركله فيصل صابر من عند هذا شعلة دقاكلة ومازال يشدو هادو يشبعو فيه ثقل وركل وداك اللي معامل هادو ها هادو ويا جوج هما هادوك هما اللي داروا هادشي كامل هما شبعو فيه شدو شكون ها هذا مؤطر كيشدو باش ما يضربلوش الدراري صافي هنا فين هبط باش نيش بالكرسي الدري جاتو اللي مغاجين مشى عندو واحد شنو وقع بالضبط؟ جا واحد النهار انا كنت جالس هنايا في الشارع حدا باب الدار حط الدراجة ديالي الهوائية حطها حدايا قبلتي وشفت واحد جوج الناس جايين هادوك جوج المجرمين شفتهم حيت منين شفتهم عرفتهم مجرمين لأنه وصفتهم ديال الإجرام صافي فاش شفتهم جايين حاولت أنا صافي حاولت نهرب هزيت البيكالا ديالي طفيت التليفون هزيت البيكالا يلاه باش نجلس جا وقفوا عليا قال لي واحد فيهم عافاك عطاني نتول جيت قلت له سمح لي انا ما كنعطيش حتى واحد يتول قال لي غير عطاني نتور ما تخافش انا الا كنت غنديها لك راه كنكون جيت قبيله ديتها قلت له اسمح لي انا ما غنعطيكش التول اسمح لي ومهم بقى هكا الاخ ديالي شافني من الفوق ويا هذيك قال لي هرب واحد شويه انا صافي شديت البيكالا ديالي قلت له اسمح لي انا غنمشي نجيب قرعه الماء ونجي يلاه تسناوني واحد شويه وقال لي كان عاوتاني واحد الاخ جالس حدايا قال لهم صافي ثقوا فيه ما تخافوش هو دابا ويرجع دخلت حطيت البيكالا ديالي في الكراج من بعد واحد الاخ كب الماء من السطح عليهم باش يهربوا باش يمشيو في حالتهم ساعه فاش تهرق عليهم الماء دخلوا للدار عندنا للدار وبقاو كيسميتو كي ضربوا العساس الحارس المنزل ضربوه وتعداو على كذلك المؤطر التربوي ضربوه حتى هو ضربوه من بعد صافي طلعوا للسطح بغاو يشوفوا السطح واش محلول باش يشوفوا شكون اللي هرق الماء منين شافوا السطح مشدود هبطوا بقاو كيضربوا في الدراري موراها مشاو هبطوا لتحت القاعه داك المستفيد اللي مات جاتو دقه في الشليه على
على مستوى الراس ديالو. هو ما حش بها لان كان ديك الساعه الدم سخون ما حش بها. موراها صافي بقاو كيضربوا بشلي كيضربوا ديك المجرمين كيضربوا خوتي وعاوتاني حتى الدري كيضربوهم. واحد شويه هو هرب واحد فيهم هرب واحد فيهم بقى بغى يهرب. جاوا تعرضوا لنا لواحد الموتور من نوع تريبورتور جاو لنا، كانوا الاصدقاء ديالنا من السويقه جاو لنا وكان واحد غيهرب. ساعه شدوه عطاوه بالكاسك على مستوى الراس كذلك وتسلل الدم من راسه. موراها دخل الباتيسري هرب ديك المجرم دخل الباتيسري هز الموز وبقى كيهدد ديك البنت اللي كانت تما. فاش سميتو مشى لديك الباتيسري جلس كيهدد فيهم. ديك الساعات صافي بقاو الدراري غيهرسوا كانوا غيهرسوا الفيترينا وديكشي. تما ديك البنت قالت لهم خرج عليه من هنا غيهرسوا لي الفيترينا وديكشي ماشي ديالي خرج من هنا. صافي منين خرج بغى يهرب صافي الدراري تبعوه كلهم باش يشدوه. ومع ذلك منين مشاو جيت الكوانفير القهوه الكوانفير صافي الدراري شافوا الصافيط بقاو شفر والصافيط صافي تعرضت له وشدوه وجاو لهنا الصافيط داروا التحقيق وطلبوا من الحارس المنزل يهبط معهم للولايه. الساعه ما كانش اللي غيجلس له في الباب ومن وراها هبطوا وقالوا لنا تجيو نتوما. وعاد جاوا خداو هنا جا العميد ودانا مشينا معاه. صافي من بعد تلقينا بالمخابر الوفاه الاخ ديالنا في الطبيب. هو مات في لومبيلونس بدر الدين العتيقي 15 عام كيقرا في اولى اعدادي ثانوي في مدرسه السنوان بير. تلقينا بالخبر الوفاه ديالو في لومبيلونس. عيطوا للرئيسه قالوا لها الساعه ديك الساعات كانت نقولوا الاربعة لان طولت المشكل. صافي موراها صافي شديناه هبطنا للولايات حطينا الاقوال. وفاش حطينا اقوال الشرطه كنا كنعطيو الاقوال. الشرطه خدات الاقوال ديال الدراري كلهم ولكن ما دارتش المحضر، دارت غير جوج ديال الدراري ديال المحضر غير جوج. وطلبوا منا ان نهبطوا لابيجيك باش نعاود نلقاو الاقوال ديالنا ولكن ما بغيناش نهبطوا لانه حنا كنا نستمعوا للدراري كلهم. وفي التالي داروا غير جوج اللي داروا لهم الاقوال، اما التباقي حنا كنا ما دارولناش خوتي كلهم 20 واحد مشى وديك 20 كلهم خداو منهم غير جوج. غير داك الجوج اللي خداو وقال لك هذوك اللي هبطوا لان هكا باش تسهل عليهم القضيه. ولهذا حنا كنطالبوا بالعداله انه تاخذ لنا الحق ديالها. شكرا جزيلا. شكرا. من هنايا علاش ما مشاش عند لبنى وعلاش ما مشاش عند خالد؟ جا عند هي عند هادي وتخبع وحنا بي كنا باغيين نشدوه. هي بقات كتكالي لنا الطريق باش هرب وحنا بقينا متابعينه. تما شدوه البوليس جاو لهنايا شافوا التحقيقات ديالهم كما قال السي اخ وطلع السيد بقى شويه. السيد ضرب جاتو سكتق جات يا بقى كيزوق تضرب مع صحابنا هيك يلعب هيك يضحك تجينا لقيناه توفى السيد توفى جات روحه.